بالنسبة لخواص القوى في مجموعة الأعداد الحقيقية، قوة جداء عددين حقيقيين هي كانت الخاصة الأولى، جداء قوتين لهما الأساس ذاته هي الخاصة الثانية. وصلنا وياكم إلى الخاصة الثالثة، قوة القوة لعدد حقيقي. قوة القوة لعدد حقيقي، ما المقصود بهذه الخاصة؟ طبعا في كل خاصة نبدأ بنشاط بسيط أو مثال بسيط كي نستنتج منه القاعدة. في النشاط صفحة 61 اكتب العبارة التالية: بي على 7 أس 3 أس 2. ننتبه قوسين الآن، قوسين، قوس أشمل من قوس آخر، على شكل قوة أساسها بي على 7. ماذا نلاحظ؟ إذن ننتبه إلى النشاط: بي على 7 أس 3 أس 2. بي على 7 أس 3 أي أقوم بتكرار الأساس، أقوم بتكرار الأساس على عدد مرات الأس، يعني 3 مرات. بي على 7 ضرب بي على 7 ضرب بي على 7، طبعا يبقى الأس الآخر أس 2. الآن ما داخل القوس أقوم بتكراره أيضا مرتان، فأكتب بي على 7 ضرب بي على 7 ضرب بي على 7 مرة أولى، ثم مرة ثانية بي على 7 ضرب بي على 7 ضرب بي على 7. إذن أصبح لدي 6 عناصر مكررة، أو 6 عناصر مكررة، وكأنني كررت الأساس بي على 7 6 مرات. إذا أردت كتابة هذا الأساس على شكل قوة فأكتب بي على 7 أس 6، بي على 7 أس 6، تمام؟ إذن بي على 7 أس 3 أس 2 يساوي بي على 7 أس 2 ضرب 3 ويساوي بي على 7 أس 6. إذن قوة القوة لعدد حقيقي، يبقى الأساس ذاته على حاله، وأقوم بضرب هاتين القوتين ببعضهما البعض. قوة القوة لعدد حقيقي يساوي جداء هذين الأسين، هذين الأسين. إذن 2 ضرب 3 تصبح لدي القوة B على 7 أس 6. هناك نشاط آخر أو مثال آخر سنقوم بعرضه أيضا للاستفادة، أيضا مثال صفحة 61، قارن بين جذر 3 أس ناقص 2 أس 7 وجذر 3 أس ناقص 14. طبعا ننتبه إلى حل هذه الأمثلة جيدا، ولو أنها أمثلة محلولة لكن لا بد من الانتباه إليها وإعادة حلها مرة ثانية. نبدأ، أقوم بأخذ القوة الأولى جذر 3 أس ناقص 2، طبعا تكتب 1 على جذر 3 أس 2. أنقل القوة من البسط للمقام، أو نأخذ مقلوب القوة، نأخذ المفهوم الذي نفهمه أكثر. جذر 3، إذن 1 على جذر 3 أس 2 وتكتب 1 على 3. طبعا قمت باختصار جذر التربيعي مع التربيع، جذر التربيعي مع التربيع، أو جذر 3 ضرب جذر 3 يساوي 3. إذن الجواب النهائي 1 على 3. أعود إلى المقدار، جذر 3 أس ناقص 2 أس 7، وعوض هذا المقدار جذر 3 أس ناقص 2 بما قمت بإيجاده الآن. جذر 3 أس ناقص 2 قمت بإيجاد أبسط شكل له وهو 1 على 3، فعوضته مكانه. جذر 3 أس ناقص 2 كتبت مكانه 1 على 3 أس 7. أقوم بتوزيع القوة على البسط وعلى المقام، 1 أس 7 3 أس 7. طبعا 1 أس 7 هي 1، 3 أس 7 أقوم بتركها على شكل قوة على هذا الشكل. الآن جذر 3 أس ناقص 14 تكتب 1 على جذر 3 أس 14، أقوم بتوزيع القوة فأكتب 1 على جذر 3 أس 2 ضرب 7. لماذا قمت بتوزيع أو بكتابة مكان الأس 14
2 ضرب 7 كي استفيد من اختصار التربيع مع الجذر. تربيع مع الجذر، فبقي لدي 1 على 3 أس 7 نفس الناتج في العبارة السابقة. إذن فاستنتج أن العبارتين جذر 3 أس ناقص 2 أس 7 هي نفسها العبارة الثانية جذر 3 أس ناقص 14. إذن الأساس كما هو بقي على حاله، أما الأس فقمت بضرب الأسين ببعضهما البعض، ناقص 2 ضرب 7 ناقص 14، قوة القوة لعدد حقيقي. إذن ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا في الخاصة الثالثة بالنسبة لخواص القوى؟ الخاصة الثالثة قوة القوة لعدد حقيقي أيا كان العدد الحقيقي A لا يساوي الصفر، وأيا كان العددان الصحيحان N و M فإن A أس N أس M يعني قوتين أو أسين لنفس الأساس، أسين لنفس الأساس، فأقوم بضرب هذين الأسين ببعضهما البعض. إذن A أس N أس M يساوي A أس N ضرب M، أقوم بضرب الأسين ببعضهما البعض. هذه هي كانت الخاصة الثانية من خواص القوى في مجموعة الأعداد الحقيقية.